أحسن الله إليك. يقول السائل: ارتديت ملابس الإحرام وفيها رائحة المسحوق الذي غسلت به، فهل علي فدية؟ لا حرج عليك، الممنوع أنك تطيب بعد ما تحرم، الممنوع أنك تتطيب بعد ما تحرم. أما إذا كان ثياب الإحرام شيء من رائحة الطيب من الأصل قبل أن تحرم وهي موجودة فيها، هذا لا يضر، إنما الممنوع أنك تطيب بعد ما تحرم بثيابك أو ببدنك. نعم.